صاحب السمو الامير عبد الرحمن بن مساعد، بالبدايه انا اهنيكم على الوصول، واهني ايضا الكره السعوديه بوصول 4 فرق للدور الثاني للتشامبيونز ليج. الحمد لله رب العالمين، احنا لعبنا امام فريق كبير اليوم، استطعنا ان احنا نتاهل دور 16. طبعا احنا كنا عارفين قبل المباراه انه اي فوز حيخلينا الثاني بكل حال من الاحوال، يعني كنا حريصين انه ما ناخذ بطاقات، كان عندنا 8 بطاقات، لعيبه عندهم 8 بطاقات، حصل ما هو مهم. بقعد المباراة الجاية جدا صعبة أمام فريقنا الاتحادي. سمو الأمير، البعض يقول أن المباراة لم ترتقي لمستوى الفريقين. يعني أنا أعتقد الهلال حصل على ما هو مطلوب، والغرافة لما تسجل هدف ابتدوا يلعبوا على يعني على المضمون أكثر، أو يعني ما أحس أنها مباراة كانت عادية. يعني أعتقد لما سجل الهلال هدف صعبت على الغرافة، فأصبحت المباراة كأنها تحصيل حاصل يعني. طيب أنت شفت المباراة في المدرجات ولا شفتها في؟ شفت الشوط الأول في المدرجات والثاني في غرفة اللبس. لا صارت عندي عادة، أنا دائما صرت أتفائل بالقصة هذه. البعض يتخوف طبعا من وضعية المباراة، يمكن ما أعرف إذا أنت من النوع هذا سمو الأمير، أنه يعني ممكن يحدث شيء مفاجئ ما ترضى. أول شيء تحياتي اللي في المجلس، نسيت أحييهم كلهم، والأخ خالد جاسم والإخوان كلهم، برنامج المجلس برنامج ناجح، وقناتكم قناة دائما متابعة. لكن الغرافة بالنسبة لي الغرافة يخوف دائما، يعني ما غرافة ما ينوم من بعد حكاية اللي حصل في قطر العام، يعني الآخر دقيقة لازم تكون خايف من الغرافة. طيب البعض يقول سمو الأمير بأن ياسر القحطاني صائم عن التهديف أو بعد مبتعد عن مستوى، تعليقكم أنتم كمسؤولين على نادي الهلال؟ يعني ما اليوم كان صائم عن التهديف هو؟ لا اليوم لكن من فترة الأخيرة، مش ياسر اللي تعود عليه الكل يعني. لا ياسر القحطاني يبقى ياسر القحطاني، لاعب كبير من أنصاف الفرص، يسجل في أي لحظة ممكن يصنع الفارق، حتى لو كان مستوى ما هو في قمته يبقى ياسر القحطاني نجم من معدن لا يصدأ أبدا. آخر سؤال سمو الأمير، مباراتكم مع الاتحاد السعودي أعتقد أنها مباراة مهمة جدا لكم في جدة صعبة، هل أنتم يعني مقتنعين أيضا بمستوى الفريق اللي تقابلونه، خاصة أنه أيضا يعني بدأ في نوع من الهبوط خاصة في المباراة الأخيرة؟ الاتحاد فريق كبير وفريق بطولات، وانا شخصيا اتكلم عني، انا شخصيا احترم الاتحاد واخشاه، حتى يعني اخشى الاتحاد، ما هو عيب اني اقول اخشى الاتحاد، فريق كبير ممكن يطلعنا، ولكن انا متاكد انهم بالمقابل يخشون الهلال وممكن يطلعهم، ولكن فريق كبير يحترم ويهاب ويخشى، وينبغي ان نعد له العده بكامل قوتنا وكامل جهوزيتنا عشان نقدر نقصيه. سعداء جدا ان تكون المباراه في جده، ولا كنتوا تتمنون انها تكون هنا؟ لا بالتأكيد كنا نتمنى تكون بين جمهورنا في الرياض، ولكن يعني في جدة، لأن أنا أعتقد أن نظام الاتحاد الآسيوي أيضا يحدد كمية محدودة من التذاكر للفريق الضيف يعني، فبالتالي كنت نتمنى تكون في الرياض يعني. هل هناك غيابات للمباراة الجاية؟ لا في غيابات. إذن شكرا سمو الأمير، وإن شاء الله يعني إلى الأمام دائما مثل ما تعود. شكرا جزيلا.